أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الآيات التي في سورة فصلت من قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ثم قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، الظاهر منها أن خلق الأرض والسماوات في ثمانية أيام. لا، من قال هذا؟ الله فصلها، قال يومين خلق الأرض وتقدير أقواتها وجعل الرواسي فيها في يومين، يومين ويومين كم؟ أربعة أيام. يومين خلق السماوات والأرض، فقضاهن سبع سماوات في يومين، يومين مع أربعة أيام ستة أيام، كما في قوله تعالى: في ستة أيام. منين جبت السابع؟ نعم.